ليس فقط بروتوكولا أو إتيكيت فقط، ولكنها نظرة إدارية وربما أيضا تمس هندسة الفكر، مش الهندسة بمعناها العلم بطريقة واضحة. الحياة أونلاين أصبح فيها عمل أونلاين، في العمل أونلاين أو في الصداقات أونلاين في زملاء رفقاء أعداء وفي أعدقاء، ناس في النص، ولا هم أعداء ولا هم أصدقاء. كيف يعني ترى الصورة علمية لهذا التعامل مع هذه الاختلافات؟ محمد مصباح متخصص في تكنولوجيا الإدارة هيكلمنا بنقاط هتهمك وتهمني قوي وهتريح ناس كتيرة في هذا الموضوع. مرحبا بك. أهلا بك يا أحمد. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله، كل شيء رائع. احكي لي بقى. بص، هي الفكرة زي ما أنت وضحت في البداية، هي التكنولوجي استخدامها لازم يحقق السعادة البشرية، يعني هو ده النطاق الأعلى للتكنولوجي انجينير. فالنهاردة احنا عندنا مشكلة، انا بلاقي حاجة يعني دايما كومنتس كده على السوشيال ميديا، دايما يقولك انا زهقان من شغلي، انا بيجيلي ايميلات كتير قوي، انا مش عارف اتعامل مع الناس، انا في اسوأ شركة في الدنيا. طيب انت هتفضل كده؟ طب وبعدين؟ ما انت نيجاتيف، انت فيري نيجاتيف بيرسون، وهتعيش حياة مش مبسوط فيها. وي مش هخش معاك في مرحله التغيير، لان مرحله التغيير دي مرحله تانية. هخش معاك في مرحله انت في سيتويشن اصلا، واحد شغال في بنك، واحد شغال في شركه، عنده زمايله في نطاق العمل. طب تتعامل معاهم ازاي؟ تحل المشكله دي ازاي؟ حاجه من الحاجات اللي بتضايقني انا شخصيا جدا ان الانسان يكون شغال في مكان وعيني يرسم دايما حاجه يقول لك ماي وورك ستانس هير، يعني انا خلاص جايب اخري من الشغل زي ما بيقول. طبعا انت هنا هو بينقصه حاجه مهمه جدا جدا، او محتاج ان هو يفكر فيها، ان هو هيمانج السيتويشن ده ازاي. انت بتقضي في وقت حياتك العمليه اكتر من الوقت اللي انت تقريبا بتقضيه في بيتك، فازاي انت تقدر تحل ده بشكل ايجابي؟ هي دي الفكره ببساطه جديده جدا، باستخدام التكنولوجي وباستخدام قدراتك الشخصيه. زي ما انت قلت في البدايه، هو نوع من المزج بين التكنولوجي وبين القدرات الشخصيه للافراد. اول حاجه بتقابلنا كلنا ان احنا بيبقى عندنا دايما في مشاكل مع الناس نوع من الايجو. يعني ايه ايجو؟ يعني نوع من الكبرياء. يعني دايما زي ما بنقول كده، بناخدهاش القصه بزنس او بناخدهاش جزء تكنولوجي، لا بناخدها ان ببساطه شديده هو ضدي انا كمحمد او ضدي انا كاحمد. فبالتالي بيبدا الموضوع يتحول ببساطه شديده جدا من نقدر نقول عليها بزنس كيس لبيرسونال كيس. فانت تتوقع او يتهيأ لك ان الشخص ده بيهاجمك انت شخصيا، مع ان هو مش بيهاجمك انت شخصيا، هو بيهاجم الكيس اللي في البيزنس. حتى لو كان هو بيهاجمك انت شخصيا، ولو افترضنا ده ممكن يحصل، انت لازم ترجع للبروفيشناليزم. يعني ايه البروفيشناليزم؟ الاحترافيه في الاداء. عندنا امثله كتيره جدا من كل حته في الدنيا انهم بيستخدموا البروفيشناليزم في ادائهم، الاحترافيه في الاداء العمل ايا كانت هو. الموضوع مش خاص بيك انت، الموضوع خاص بالشغل. فلازم ترجع للاساس. لما تعرض لموقف زي ده، سواء كان عن طريق الكتروني، عن طريق ايميل، او حتى مهاجمه عن طريق السوشيال ميديا، او فكر الاول هو بيهاجمك انت ولا بيهاجم الشغل. لان هو ولازم تاخده انت لمنطقه الشغل ببساطه شديده جدا. فاحنا بنقول عليها ايه؟ ان انت هنا بتريليت الكيس للشغل، هي مش حاجه شخصيه. دي اول جزئيه لازم الواحد يفكر فيها قبل ما ياخد الموضوع بجزء من الايجو. في الميدل ايست، في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه تحديدا، الموضوع ده بيزداد لاسباب كتيره جدا، ليها علاقه بالموروث الاجتماعي، ليها علاقه بالجينات، ان جزئيه الايجو ليها علاقه بالنزعه العربيه نفسها، ان هو بقى عنده نوع من الحميميه شويه للشخص نفسه او للبروفايل بتاعه. فبالتالي الموضوع ده بيزيد في مجتمعات تانية، الموضوع ده بيقل، لان هو في الاول في الاخر هو اتربى وموروثه الثقافي وموروثه الاجتماعي بيقول لا هو مش خاص بي انا، ده هي خاص بالشغل. فدي مهم جدا جدا ان احنا نعملها بالشكل ده. لازم ان انت لما تعرض لسيتويشن زي ده لازم تاخد بوزيتيف ابروتش. يعني ايه بوزيتيف ابروتش؟ اللي قدامك يتكلم نيجاتيف، ايوه، يبقى انت لازم تاخده بوزيتيف. فهو بدا يهاجم، فانت ما تبداش ان انت تهاجم انت كمان. لا، بيقول لك الامريكان بيقول لك dont try to treat fire with fire. لو واحد، لو افترضنا ان واحد رمى عليك نار، ما ينفعش انت ترمي عليه النار زيها، المفروض انت تطفيها. هو ده الحل الامثل للموضوع. بس لو انا خدتها شخصي، هبدا ان انا اخش في كونفليكت معاه. الحياه عمرها ما تتغير، والاشخاص عمرهم ما تتغير، وعمرك ما تخلي كل الناس اللي في حياتك بنفس البروفايل بتاعك او بنفس توقعاتك البروفايل بتاعك. هتقابل العصبي، هتلاقي المستفز، هتلاقي اللي عنده الانانيه، هتلاقي كل ده، ده موجود جدا، زي ما انت هتلاقي الايجابي برضه. فده مهم جدا جدا، لازم تحتفظ بهدوء الاعصاب. هدوء الاعصاب هو جزء نجاح اساسي، سواء كان عن طريق التكنولوجي. اخطر حاجه بتقابل اي واحد في مجال العمل ان هو يجي له ايميل، اول حاجه بيعملها هو ما بيفكرش، بيروح يعمل ريبلاي او ريبلاي اول، او يعمل ادنج لناس في مجال التكنولوجي، ويبدا ان هو يشوت فايرز. يقول لك شوت فايرز يعني ايه؟ يبدا يهاجم جدا الشخص او وينسى البيزنس كيس.
هو بالتالي اخطأ خطأ كبير جدا هيضره مهنيا وهيضره نفسيا، لانك النهارده زي ما احنا قلنا في البدايه، انت النهارده يو شوت فاير او انت رميت كره نار في وش اللي قدامك، متوقع ان هو هيعمل فيها ايه؟ ده مش هو مش بس هيرميها، ده هيجيب اتنين ويرميهم ليك تاني، فانت بالتالي صعدت الموضوع. التعامل مع الموضوع لازم يكون بنوع من ان انت كيب كول، لازم تحتفظ بدرجه ايموشنال انتليجنس بتاعك او ثباتك الانفعالي لدرجه عاليه جدا، فما تاخدش ما تعملش اي رد فعل غير لما تدرس الموضوع تماما. عارف الملحوظه القديمه جدا اللي الناس كانوا بيقولوها المدربين الشخصيين او علماء النفس اللي بيقول لك عد ال10 او ال100، اكشلي انت محتاج تعملها، بس ممكن تعملها بشكل مختلف، انت لازم تسيب المكان اللي انت فيه اصلا. فلو حد تعرضت معاه في موقف معين سواء كان الكتروني او حتى كان شخصي بهذا الشكل، فانت محتاج انت تسيب المكان كله. لو انت كنت في مكتبك او لو انت كنت على الورك ستيشن بتاعك او لو انت كنت في شركتك او لو انت حتى كنت سيب المكان واخرج، لان وجودك في المكان بيبدا ياثر عليك نفسيا، يبدا يديك كلها انطباعات. طب لو حد عمل معايا كده اونلاين لازم ان انا اسيب يعني ما ردش في الحاله دي؟ لا لا خالص خالص، ردك بنسبه 99% هيكون خطا، لانه النهارده انت خدت كل مش انت اصلا ما بتقراش اللي هو بعته لك عاده، انت بتاخد كلمه واحده بس من اللي هو قرها اللي هو بعتها لك، وما بتركزش في اللي هو قالها لك، لانك انت بتبقى في هوت مود. حتى لو انت وصلت الهود مود او الحاله النفسيه او العصبيه العاليه لازم انت تهدى وتسيب. لو عرفت انت في تراد even you're chatting with someone حتى في البيزنس او حتى على البيرسونال، سيبه خلاص، سيب الدسكشن دي وابعد تماما، وابدا ان انت ارجع اقراها تاني. لما تيجي تقراها لتاني مره وتالت مره عمرك ما هتكون شفتها زي اول مره، هتلاقي ان هو ممكن يكون عنده حق اساسا في اللي قاله ده. الاخطر من كده احيانا بنقول للناس حتى لما تيجي ترد على الايميل بتاعتك او على الكوميونيكيشن اللي بتتم على سرور تكنولوجي حتى في التعامل مع السيستم، اعمل سيف وما تعملش سبميت او سند. يعني اكتب اللي انت عايزه كله، اكتب السيناريوهات اللي انت حاببها كلها بس ما تبعتهاش، لانك لو طلعتها دي مشكله التكنولوجي في الاداره، ان انت لو طلعتها بتبقى عامله زي طلقه الرصاص، خرجت ما ينفعش ترجعها، لانك انت ببساطه شديده. وكمان فيها حاجه خطيره جدا، فيها حاجه اسمها نون فيربال كوميونيكيشن، يعني هو مش شايفك، ما شافش انت، فبالتالي هو هيستقبلها زي ما هو شافها، زي ما نقول شافها بشكل جاف دراي، هو شافها زي ما انت كتبتها، فبالتالي مش هيقدر يرد عليك غير بنفس الاسلوب. حتى لو انت عندك هوت موشن اكتب، اعمل درافتنج، اكتب كل اللي نفسك فيه، عبر عن كل مشاعرك، بس ما تبعتوش، سيبه ورجع له كمان ساعه. لو حد حتى ما بيقدرش ان هو يبعد على المكان، ماشي اكتب درافتنج او اكتب زي ما نقول يعني ديباجه كده اللي انت عايز تكتبه، وسيبه وارجع ليه تاني. لما الكتابة علاج برضو على فكرة. ايه؟ الكتابة علاج. طبعا طبعا، لان في ناس ما بيقدرش ان هو يمسك نفسه. بس اكتب اللي انت عايزه كله بليز، بس ما تعملش للسيستم سبميت او ما بتعملش سيف سوري او ما تعملش ان انت تو سند، لانك لو عملت ده هي طلقة رصاص خرجت من الكمبيوتر بتاعك، مش هتقدر انت ترجعها تاني. هتأثر بشكل نيجاتيف جدا جدا على الشخص اللي هيستقبلها، وتوقع ان الفاير ده هيفضل يستمر. وده بيسموها كمان في البيزنس بينج بونج جيم. يعني ايه بينج بونج جيم؟ اتنين الرؤساء في العمل بيشوفوهم ان هم اتنين ويستنج تايم بيلعبوا كوره، ده قاعد يرمي مشكله وده قاعد يرمي مشكله. خد بالك ان هم خرجوا اصلا من اساس المشكله، ده هو بيقول لك ان انت عملت ده، فتقول له مش انا اللي عملتها، ده اكس واي زد اللي عملها. هنا بيستخدم هيلت الوسيله بتاعت الهروب او الحيله، المفروض ان انت ما تستخدمهاش. مهم جدا جدا كمان ان انت من البدايه في مجال العمل او حتى في المجال الشخصي، انت بتحط سبيسز بينك وبين الاخرين، سبيسز ايجابيه. يعني ايه سبيسز ايجابيه؟ مش لازم الناس تخش بكل تفاصيل حياتك وتعرف الويكنس بتاعتك وتعرف البروفايل بتاعك فتبدا ان هو يهاجمك بيه. في الاول وفي الاخر انت في مجال العمل، سواء كان بشكل تكنولوجي او حتى بشكل شخصي. انا شخصيا بستغرب جدا من ناس كثيره في مجال العمل بيعملوا في الفيسبوك مثلا او التويتر، بيخلوا كل ارائهم الشخصيه فرد مع زمايلهم في العمل. طب انت متوقع منه تاني يوم ايه؟ هو عارف ان ده كان حصل منك كذا، دخل في حياتك الشخصيه في السوشيال ميديا وفي التكنولوجي، في حاجات هو ممكن يخش عليها ان هي ممكن تكون خاصه بالعمل، لكن لما نتكلم على الحياه الشخصيه الوضع مختلف تماما. انت مش محتاج تعمل ده، ومحتاج ان انت تكون بولايت ودبلوماتيك. يعني ايه؟ لما حد يطلبها منك قول له انت يعني اتس ماي بليجر ان انت تكون في النتورك بتاعي، بس اكشلي اتس بيرسونال نتورك. الناس احيانا اللي بيعتبروا ان ده نوع من الاهانه، لا خالص بالعكس، انت مهم جدا تحط السبيسز بينك ده، وخصوصا لو كان مدير كمان وبيتعامل مع الستاف بتاعه، لان السوشيال ميديا النهارده بدات تفتح كل حاجه، فهو بقى عارف احمد اللي هيقابله في المكتب بكره او محمد اللي هيقابله في المكتب بكره كل حاجه عن تفاصيله، اراءه السياسيه، اراءه الرياضيه، اهتماماته، رحلاته، سفر. طب وده ملوش اي علاقه بالبيزنس، مهم جدا ان احنا نفكر فيها بالشكل ده. في السوشيال ميديا بتخص البيزنس جدا جدا جدا. أيوه. مهم جدا انت كمان يكون عندك جود هابتس في البيزنس.
ما يكونش في واحد كونفليكت معاه، وتبدا انت تحط الباد هابتس بتاعتك. يعني ايه الباد هابتس؟ انت تروح على الميتنج بتاعه متاخر مثلا، طب ما انت بتزود الفراستريشن هنا زي ما بتقول كده، بتسخنه اكتر ان الموضوع بينك وبينه يتطور. حط انت الجود هابتس دي، لازم لما تحس ان الموضوع وصل لمرحله الفاير تو كالم داون وتو ميك ستوب. اي ثينك ان احنا ممكن نتكلم في القصه دي بعد يومين، حتى لو كان على الايميل باي ذا واي. ممكن تقوله بطريقه فيري دبلوماتيك ان انا يعني I will give you a reply within 2 days. فبالتالي هتحس ان الموضوع ما انتهاش بس الموضوع هدى. فالشخص التاني لو كان عنده نيجاتيف انرجي، وانت لو عندك نيجاتيف انرجي لما تبداوا ترجعوا تاني الموضوع بينزله اهدى كتير جدا جدا من الاول. كل التفكيرات دي وكل التكنيكس دي اتس فيري امبورتنت ان احنا نبدا نعمل. فيري امبورتنت انت تو ستي بوزيتيف تيل ذا اند. ازاي انا ستي بوزيتيف؟ ان انا بفكر فيها كبزنس كيس نوت ا بيرسونال كيس. ستي بوزيتيف بتدي سوليوشن، ما تروحش تقول له طب احنا نعمل ايه في دي، ارجع له بكم من الحلول لو كان في بينك وبينه خلاف. ولازم ومهم جدا انت يعني فيري سمبل، عمرك ما تفضل تكسب للنهايه. لازم عشان توصل لكونكلوجن مع التوب بيبل او الكوليجز اللي انت ار ديسجري لازم تدي له حاجه وهو وتاخد حاجه منه عشان تقدر نسميها وين وين سيتويشن. لكن انت بتخش باوبجكتيفز كلها بتاعتك انت فقط، عمرك ما توصل لنتيجه لانه هيوافق عليها ليه؟ وخصوصا لو كان كوليج ما فيش حد عليه ابر هاند على التاني. والاسوأ لو كان مديرك، لو انت داخل بحلول كلها ترضيك انت شخصيا، طب هو استفاد ايه؟ كل الحلول دي ما تديلوش، ما تقولوش نعمل ايه؟ قول له انا وجهه نظري ده، طب انت وجهه نظرك ايه؟ لانك لو اديته الاوبورتيونتي ان هو يديك حل، هيديك الحل اللي يخدم مصلحته فقط، وبالتالي انت ممكن تقبله وتخرج من الدسكشن خسران. لازم الناس تفكر فيها بهذا الشكل. على فكره احنا لو جينا طبقناها في المجال التكنولوجي ولا حتى على المجال السوشيال ولا حتى على المجال الاجتماعي الخاص بالناس، هتلاقي ان العلاقات الانسانيه دي اللي مدخل فيها التكنولوجيا احنا بنقابلها كل يوم، سواء كان مع والدك او مع والدتك او خطيبتك او صاحبتك او مراتك واتيفر. كل التفكيرات دي الناس انها توصل فيها بشكل ده، لانك في الاول في الاخر انا زي ما بدات ان التكنولوجي واستخدامها والعلاقات الانسانيه والمزج بينهم ده مهم جدا جدا ان هو يحقق في الاول وفي الاخر الانسان السعاده بتاعته او الاوبجكتيفز بتاعته. لازم ان احنا نفكر هل انا عملت ده؟ هل انا خدتها بالشكل ده؟ احيانا محتاج تتنازل باي ذا واي، مش تتنازل على مبادئك بس تتنازل على اللي انت محتاجه. بس ده بنسميه لونج تيرم ريليشن. لو انت تنازلت النهارده انت بكره هتاخد حاجه ثانيه. وهي دي ببساطه جديده جدا اصول الكوميونيكيشن في ده. لازم ان انت تكون وانت داخل الدسكشن لازم تكون محضر، انت عارف انت عايز ايه من الشخص اللي قدامك. لازم احيانا كمان تدخل روح الدعابه في الموضوع، او ان انت تكون مش هقول فاني، بس لو انت لقيت الموضوع قافل جدا جدا ميك ات ان ديسنت واي، عشان ما تبقاش انت تاخد الستاندرد بتاع الدسكشن اللي تحت، عشان تقدر انت بنسميها بريكنج الايس، كسر الحاجز اللي بينك وبين الشخص اللي قدامك ان انت تعمل الشكل ده. بس خد بالك وانت بتعمله انت لازم تستخدم تول صح وانت بتعمله. قدم للشخص اللي قدامك حاجه حاببها في الحاله دي انت تبدا تفلتر ليه. ليه انا بعمل كل ده؟ ده مهم جدا، لان ده هيقدر يديني سموث انفايرمنت. بدل ما انا رايح المكتب ونشوف الناس كلهم Sunday I'm going back to the work. You should back to the work. لازم ترجع شغلك وانت مبسوط من ده، وانت عندك الانرجي ده، وانت مبسوط ان انت تعمل حاجه، مش انت ترجع المكتب بتاعك وانت كارهه. لانك تخيل لو انت عايش حياتك بتشتغل 10 15 سنه وانت واجه كاره الورك بليس بتاعتك، هو ذا لايف. يعني ايه نوع الحياه دي يعني اللي انت تعيشها بالشكل ده؟ مش هقول لك انها لازم تكون ايديال لايف، ممكن تكون بيرفكت، بس اتليست بتحقق لك المعادله. انت رايح مع ناس قادر ان انت تتعامل معاهم وقادر ان انت تستمتع بجو الشغل اللي موجود. طبعا انت بتعمل كل دوت وانت ممكن يكون عندك بلان بي وسي، يعني ممكن يكون واحده من البلانز ان انت تشينج اصلا، انت تدور على سوليوشنز ثانيه. ممكن يكون واحده من البلانز اللي انت ممكن تاخدها لو الدنيا ستريس جدا جدا انت تو جو فور ا بريك وتبدا تفكر هل اللي انا بعمله في حياتي ده. واحده من اكبر اخطاء اللي بنمر بيها سواء في حياتنا عامه ان انت بتكون زي ما نقول ماشي في ساقيه. الساقيه دي بتاخدك الى نو وير، فتوصل لمرحله سن ال 40 او ال 45 او حتى وبعد كده كمان، فاسمها ازمه منتصف العمر. هو انا عملت ايه في دنيتي؟ هل انا استمتعت بالحياه بالشكل اللي انا عايزها؟ ويبدا الشخص للاسف فيه ممكن يمر بمراحل نفسيه متقدمه جدا جدا انها ممكن تسبب له احباط شديد جدا. لا اتس نيفر تو ليت، انت ممكن تاخد القرار، بس هي الفكره ان انت محتاج ان انت تقف لحظه وتاخد البريك ده وتبدا ان انت تاخد القرار ده. التكنولوجي والعلم النهارده بدا يساعد الناس ان حياتهم تكون اسعد. انا في وجهه نظري ان هي باكج، ان انت تقدر انت تحقق السعاده الشخصيه عن طريق استخدام التكنولوجي وعن طريق استخدام التفكير العلمي في ده. مش لازم نكتبها في ورقه وقلم، بس ببساطه جديده جدا لازم نبراكتس اللي احنا بنقوله. يمكن في حلقه 20 30 دقيقه ممكن الشخص ممكن يفكر فيه. لازم جدا جدا الشخص يكون زي ما بيقولوا كده
ووك تو ووك نوت توك تو توك، يعني ببساطه جديده جدا، ما تفضلش تدي شعارات كبيره جدا 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 في مجال العمل او مجال الحياه وانت ما بتطبقهاش. لازم تكون ووك تو ووك، اللي انت بتقوله او بتؤمن بيه انت بتنفذه، ولا انت تفقد الكريديبيليتي مع الناس. ده مهم جدا. طبعا يعني ده مهم جدا جدا ان انت يعني ما تضحكش على نفسك. بالظبط، ابدا قول وتحرك زي ما انت بتقول بقى، يعني وقفز كمان يبقى في الجامب اللي انت بتعمله. لان للاسف الشديد اللي بيحصل احيانا في هذا العصر ان كتير جدا ان الناس وهي وظيفتها في الحياه انها تنتقد، مع ان هو لا بيقدم حلول ولا هو نفسه كشخص قادر ان هو يحقق ده. فانت بالنسبه له الكريديبيلتي افتقد خلاص، انت في الاول وفي الاخر وجهه نظرك لا تعتبر، وفي مجال عمل مهمه جدا. هاو كم ان لي في الليدرشيب او ان انت النهارده بتؤمر او بتطلب او بتتعاون مع التيم بتاعك ان هو يعمل حاجه معينه انت ما بتعملهاش؟ ده اصلا بيفقد الكريديبيلتي، فده بيخلق اصلا نوع من الجابس بينك وبين الاخرين. النجاح والسعاده بتطلب نوع من الايفورت، نوع من المجهود، لان لايف از نوت ايزي، لايف از نوت ايزي. بس اللي احنا نقدر نقوله للناس ان الطريق اللي انت بتاخده ما هو سهل، بس هو يستحق ان انت تعمل ده، لانك لما بتحقق نوع من النجاح المعين في حياتك كل لحظات الالم والتعب اللي انت مريت بيها بتكون لحظات المتعه. عشان كده بنلاقي نضوج لبعض المجتمعات اونلاين، يمكن مجتمعنا عاوز يبقى اكثر نضوجا على الاونلاين لما تيجي تكلم جنسيات تانية، فيحس ان انت عندك مشاكل عموما في الشخصيه، يقول لك ده انتوا المصريين مثلا طبعكم كذا لما تي. لكن في شخصيات بتبقى شايفه الرؤيه اللي انت قايل عليها، فيعرف ازاي امتى يتراجع، امتى يتقدم، امتى يرد، امتى ما يردش، امتى يتكلم، امتى ايه اللي ممكن يتكلم فيه وايه اللي مش ممكن. هو الموضوع وحدود مش وحدود وحدود حريتك، ده مهم جدا. لانك للاسف الشديد فكره البرايفسي دي في مصر الى حد كبير الناس مش مستوعباها. هو مش معنى ان انا عملت حاجه معينه انت ممكن تدي لنفسك الحق ان انت تاخدها او الحق ان تتعامل معاها بشكل مختلف. فكره البرايفسي دي اصلا للاسف احيانا في كتير من المجتمعات في حد ممكن اصلا قبل ما يوصل بيعمل لك ادنج او اضافه بيسالك هل انت حابب ده ولا لا. بس انت هنا في المجتمع، انت هنا الثقافه دي مش موجوده في مصر. انت لو بترفض دوت انت بتعتبر انت اهنته، انت ما اهنتوه. بس ده مجتمع يشمل مجموعه من الاصدقاء والفاميلي مثلا اللي هو انت مش عضو فيهم، فانت فرضت نفسك ليه احيانا. فكره احترام البرايفسي ده في الريليشن ده مهم جدا. سهل جدا جدا ان انت هنا مصر انت تكون في مكان للاسف الشديد وصاحبي يبص على الموبايل بتاعك او يبص على التاب بتاعك. حضرتك اللي بتعمله ده غلط، لان ده مش من حقك، لان ده ات كولد ا بيرسونال ايتم، مش من حقك انت تعمل ده. لو حصلت هو مش من حقك اداريا ومش من حقك دينيا طبعا مع بعض. ده يعتبر نوع من التجسس ببساطه جدا جدا. انت ليه سمحت لنفسك ان ان عينيك الاثنين يكونوا في السكرين بتاعتي؟ دي حاجه مش من حقك، لان دي حاجه اسمها بيرسونال ايتم، دي حاجه خاصه بي انا. زي ما انت وضحت يا احمد، المجتمعات الثانيه لاسباب كتيره جدا طبعا منها سبب اساسي هو جزء التعليم. فكره احترام البرايفسي دي موجوده عندهم بشكل نادر. لما تلاقي القصه دي بتروح مترو الانفاق في اي دوله اوروبيه زي كل الناس اللي قاعد بيسمع حاجه حاططها في ودانه. ده حتى احترام مش بس البرايفسي، ده احترام الاخر اللي موجود جنبك. انت بسيطه جدا جدا لو دخلت في اي محطه مواصلات في مصر مترو هتسمع كل انواع الاغاني اللطيفه ومش ظريفه، وده بعتبره ان هو حقه، حقه في حدودك انت، مش حقك ان انت تسمعه الاخر. يعني محمد مصباح متخصص تكنولوجيا الإدارة، أعتقد يعني ملخص الكلام المهم اللي أنت بتقوله، الاحترافية في التعامل الشخصي والعام في العمل أونلاين وفي الحياة أونلاين. الاحترافية محمد بيركز عليها اللي هي البروفيشنال، إزاي تكون بروفيشنال في هذا التعامل. بتسعدني دائما بهذه التحليلات والإضاءات الإلكترونية. أشكرك جدا يا أحمد، أشكرك، شرف كبير لي. شكرا جزيلا. مشاهدينا كالعادة آي تي شو خارج الصندوق، وربما أيضا خارج المدار التقليدي للأفكار التقليدية. في هذه الحلقة هندسة اجتماعية، علم جديد، ومصري صاحب دكتوراه جديدة من أمريكا يهندس الحياة بنظرة تكاملية ورؤية جديدة للمجتمع. وفي الفقرة التالية أو الثانية في البرنامج تحدثنا أيضا عن الاستراتيجيات والاحترافية في التعامل أونلاين سواء في العلاقات الخاصة أو في العمل. آي تي شو يمثل مجتمع المعرفة والمعلومات المصري والعربي الجديد. زواج الأفكار هو شعار البرنامج في الفترة الأخيرة، لأن الأمل والانتقال الجديد ناحية أماكن جديدة في الحياة لا يأتي إلا بهذه الطريقة. مني تحية، أنا أحمد يوسف ومن كل فريق عمل البرنامج. إلى اللقاء.